الهدف الوحيد لفريق الفتح الرباطي حتى الآن من ضربة خطأ. كل عناصر فريق الفتح ما عدا عنصرين كل عناصر داخل مربع العمليات. إذا كان في اتجاه المربع هدف، الهدف الثاني. إذا كان خروج غير موفق للحارس البادي. نشاهدوا مرة أخرى ضربة خطأ فتح قلب هجوم، وضربة خطأ مرة أخرى كانت وراء الهدف وسط اللاعب الروكي. هذه المرة ليس مباشرة، اللاعب الروكي كان كيسجل مباشرة، لكن هذه المرة ليس مباشرة، لكن الفاتحي كان التدخل ديالو اللي منح الهدف لفريق الفتح الرباطي. حتى الآن شاهدنا ثلاث أهداف خلال هذه المواجهة. شاهدوا مرة أخرى كيف أن الحارس باقي لم يتمكن من الكرة وتلقفها بطبيعة الحال اللاعب الفاتحي وسجل هذه الكرة ومنح الهدف التالي لفريق الفتح الرباطي.